خالصة وطيب نية، قد يكون النقل شيخ باقر أو غير شيخ باقر كان بها شيء من النقل الغير صحيح. يعني الشيخ الله يغمده برحمته يومية كانت يعني في بغداد حياته العادية، نقول له امشي خلي نزور الإمام الكاظم، أخذه ما يدخل يزور من خارج على تدري كان الدخول إلى الإمام الكاظم واصل إلى جنب الصحن، فكان يوقف فنزل له جامع يمد ايده يعني شوف دموعه تنزل، نعم يحكي ويا الامام ويزور يطلع، يقول ويا ما اقدر الناس التفت علي يعني، نعم انا مريض يعني مناعتي ضعيفه. فكنت ارجع بي للبيت، يعني رحت يمكن مره او مرتين، اي مرتين نعم، رجعنا بي للبيت. اليوم الاخير صادف يوم الاثنين، يوم الاثنين نعم 14 تموز، نعم نعم 14 تموز كان. يعني الشيخ من الصبح من قعدنا صلى الصبح، صلى من جلوس وبدت حالته سوء جدا. احنا كان يستخدم الاكسجين مرات، رفض ان يستخدم، قرا قران في وقتها وساعه بالعشره بالضبط، بالعشره طلب من عندي ان اجيب له تراب يتيمم، جبت له تراب يتيمم، عاده هو يقوم يتوضا، جبت له تراب يتيمم كمل، قال سجيني على القبله. عاده هو كان يصلي يعني ما سجي على القبله، لا يقعد باتجاه القبلة ومرات يقوم يوقف ويصلي. فسجيت على القبلة وكان موجود أنا سيد حيدر الطالقاني، كان موجود وكان سيد مهدي وسيد وفاء الطالقاني وقسم من أخواتي كانوا موجودات. فصلى ركعتين ما قدرت أن أسألها شنو ركعتين، سبحان الله شنو هاي ركعتين أصليها. فبعد الصلاة طلب أن أسجي على القبلة وكأنه ودعنا وكأنه وداع أخير، قال لي بابا سجيني على القبلة، هي هيك اشارتها سجينا على القبله، سجينا على القبله فعلا. ماكو داعش، داعش وثلث فارقت روحه، لا اله الا الله رحمه الله. وكانه هاي الصلاه اللي صلاها شنو ما ادري، سبحان الله هو الرجل اعرف اي اخر شيء هي كانت، الله يرحمه برحمته اخر وقت الصلاه يعني. وصار عندي يعني شلون انقل يعني اروح اعطي الخبر، مجرد في جامع الهاشمي، لان هو كان يقرا في 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 مسجد الهاشمي سيد حسين الصدر الله يطول عمره. فمجرد أدعنا بالسماع الخبر بأنه خبر وفاة الشيخ أحمد الوائلي، توافدت الناس بالآلاف إلى بيت الكاظمية. شفت الفيديو بيت الشيخ، وإحنا بعد ما لنا أي دور، العائلة رفع النعش ووضعت العمامة على النعش ونقل سيرا على الأقدام إلى مختصر الكاظمية، وتم تغسيله بالكاظمية. وكان يوم وفاة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكان يعد نعش، كان يعد نعش رمزي لتشيع السيدة الزهراء. ففتح ذلك النعش ووضع الشيخ جنازة الشيخ داخل نعش الزهراء سلام الله عليها، وانطلقت المسيرة من المغتسل إلى الجوادين سلام الله عليهما، وتم زيارة الجوادين. هاي المسافة القليلة ساعتين يا الله، لأن كان يتوقف ينزلوا يتوقف ينزلوا، إلى أن بعدين انطلق من مرقد الجوادين إلى جامع براثة. هاي المسافة تقريبا وصل إلى العصر، صار العصر يا الله، وصل إلى جامع براثة وبيتنا في جامع براثة، كان بمعية الشيخ جلال الدين الصغير. نعم هو إمام الجامع. نعم هو أبو الله يرحمه الشيخ علي، وهو أيضا بعد كان. وانطلقت المسيرة من الكاظم من جامع براثة إلى كربلاء، وفي كل مسافة ينزل النعش ويشيع سير على الأقدام ويرجع يحمل، إلى أن وصل إلى كربلاء. ثلاث أيام يا الله وصل النعش إلى النجف، يتأخر عندنا في كربلاء. الناس كان ينزلوا سير على الأقدام، ينزلوا سير على الأقدام، مع العلم لا كان أكو اتصالات ولا أكو موبايل ولا أكو مبلغ الناس، سبحان الله شلون هاي الناس انجمعت ما ندري. وإجا للنجف أيضا، هم نزلوا بخان ونص، ظل ساعات في خان ونص لأنه ما قبلوا، ظل ساعات. وبعدها انتقل إلى جامعة دينية، جامعة كلنتر، سيد محمد كلنتر الله يقدس سره الطاهر. هذا الرجل كتلة وفاء للمذهب وللشيخ الوائلي، وعلى أثرها انطلقنا إلى حرم سيدي ومولاي أمير المؤمنين، وبعدها إلى كوميل بن زياد مثواه الأخير، لأنه كانت هناك مقبرته ولا تزال رحمة الله عليه، أسأل الله أن الله يرحمه، الله يرحمه برحمته، وإن شاء الله جعله شفيعنا في الآخرة. يا الله شكرا لكم، الله يحفظكم يا أبو مظاهر ويجوكم بالعكس.